يقول أو تقول ما أدري: ولدي يرفع صوته علي ويلعنني ولا يسمع كلامي كلما وجهته وأحاول أن أحثه على مراجعة دروسي وحفظ القرآن، فيتلفظ علي وعلى والده، ويتلفظ علي ووالده يقف معه. طبعا هذا الكلام قطعا لا يجوز. يعني الله تبارك وتعالى وصى الأولاد بوالديهم: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله جل وعلا يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول أهل العلم: لو كان هناك كلمة أقل من أف لنبه إليها. هذه أف ولو نفذ كلامهما ولو فعل ما يريدان، لكن معها أف. يقول: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مشكلة الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لا يعلمون حقيقة الحق الذي للوالدين إلا إذا تزوجوا وصار لهم أولاد وأشفقوا على أولادهم، عرفوا شفقة والديهم عليهم. لكن قبل ذلك هو يغفل عن حق والديه ويغفل ما قدمه والداه له، لكن عندما يقدمه هو لولده سيعرف قيمة الوالدين وكم قدما له وهكذا. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى بوالديه وأن يحفظ أمر الله تبارك وتعالى بهما، حيث أمر الله جل وعلا برعاية حق الوالدين. وعلى الوالدين أيضا أن يهتم بتربية الأولاد حتى ينشئانهم تنشئة طيبة. فأسأل الله تبارك وتعالى الهداية. الله المستعان.